أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة بتحديات الشوط الثاني عشر لفئة الحقائق القعدان، ينطلق من مسافة 3 كيلومترات جوائز نقدية مقدمة من اللجنة المنظمة من المركز الأول حتى المركز العاشر. تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. نتابع البداية ونتابع تحديات المقدمة. أول المتواجدين شهلول مبارك بن حمد بن محمد القمر المري مع البداية يتواجد في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتواجد بذل لحظات ملبي لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الثالث يتواجد في موقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الرابع نتابع الأسماء المتواجدة والمتنافسة في تحديات ومسار هذا الشوط. نتابع القادم بذل لحظات 18 لعلي بن عبد الله بن علي المري مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم بهذه اللحظات يتواجد حبيب لصالح بن علي بن صالح آل بريس المري مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز المتقدمة في تحديات وانطلاقات يا أول نداء. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مع التغيرات التي جرت وطرت على المقدمة. مصوب غير عبد الله بن سالمين بن طالب الشهواني يتسلل بهذه اللحظات، ينطلق مع البداية يحتل المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني 18 مع المركز الثاني يتواجد بانطلاقة وتحديات علي بن عبد الله بن علي بن معفيه المري مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتواجد شهلول مبارك بن حمد بن محمد القمرة المري يتواجد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع نرى بهذه اللحظات براق لخميس بن مطر بن ضابط الدوسري. الله 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 الله، بدأ يتحرك بهذه اللحظات. الدوسري يتقدم هنا يصل إلى المركز الثاني وعينه على صدارة الشوط، ولكن نتابع المركز الخامس القادم بهذه المنافسة والتحدي. مزاح لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري يحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجتنا للخمس النجوم المتواجدة في موقع واحد، ومن أجل التحدي ومن أجل الناموس ومن أجل الانتصار. أرى بهذه اللحظات لوحة الكيلومتر الأخير والخطير الذي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط، ولكن نتابع البداية. براق لخميس بن مطر بن ضابط الدوسري يتسلل مع البداية، ينطلق في مقدمة هذا الشوط بقيادة الدكتور عبد الله بن مطر. من يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي مع تواجد براق على البداية، ولكن نتابع مزاح محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري غادما مع المركز الثاني. بدأ هنا يرى برير المقدمة، ينطلق بمنافسات وتحديات المقدمة، بينما المركز الثالث نتابع القادم يحمل الرقم 45 مع المركز الثالث. ورابعا هنا نتابع الأسماء المتواجدة في موقع واحد من أجل التحدي ومن أجل الانتصار، ولكن نتابع البداية المقدمة مع حامل الرقم 45 لحظات. ونوافيكم بهذا الاسم الذي فاجأنا مع اللحظات الأخيرة والخطيرة، ينطلق مع البداية إذا صح الكلام فهو شعار بن طفلة غادما بهذه اللحظات. عامر بن طفلة المري يتقدم مع انطلاق وتحديات هذا الاسم الجميل المنطلق مع البداية، تسلل وانطلق بناموس هذا الشوط. عامر بن طفلة المري يحقق ناموس هذا الشوط ويحقق الانجاز مع التمييز وإبداع مع اللحظات الأخيرة. انفرد بناموس هذا الشوط وحقق الانجاز. تهانينا وألف مبروك لعامر بن طفلة المري على فوز وتحقيقه للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني متعب لناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. المركز الثالث وصل مصوب عبد الله بن صابي بن طالب الشهواني. المركز الرابع رابعا وصول عبلان لمنصور بن محمد بن عيسى الشعيبي. المركز الخامس ثالث آخر المركز الخامس مزاح لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري.
مشاهدي الكرام مستمعين الافاضل، ها هي المنافسه والتحديات. فواز هو من انتزع الناموس. تهانينا والف مبروك لعايض بن بدر القحطاني على فوز فواز وانتزاعه لناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني 4:33، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لعايض بن بدر القحطاني، الاسم الذي لم يدور لدينا. تهاني والناموس على فوز فواز. المركز الثاني جاء في المركز الثاني متعب بتوقيت زمني وغدا 4:36، 6 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لناصر بن علي بن ثلاب الهاجي. المركز الثالث جاء مصوب بتوقيت زمني وغدره 4:37 بالوفاء والتمام. تهاني والناموس لعبد الله بن سالمين بن طالب الشهواني. تهاني والناموس لجميع الفائزين.